كان محمد السليمان شقيق عبد الله يعمل في ديوان الملك عبد العزيز، وبعد إصابة محمد السليمان في رأسه خلال معركة تروبة تعرض إلى الصمم ولم يعد قادرا على أداء مهام عمله. طلب الملك من محمد السليمان ترشيح موظف بديل قبل أن يزكي شقيقه عبد الله للعمل في الديوان. والله حدثني والدي الله يرحمه، هو ولد عم الشيخ عبد الله السليمان، والدي كان يملك جمال للتنقل يعني زي مواصلات. عم محمد السليمان يعمل عند الملك عبد العزيز في الرياض، فالوالد نقل عم عبد الله السليمان وحمد السليمان من المنطقة الشرقية أو من الحسا عشان يسلموا على العم محمد لأنه كبير العيلة، فراحوا الرياض. فعم محمد دخل عبد الله السليمان وحمد السليمان على الملك عبد العزيز يسلموا عليه أخوانه. بعد ما سلموا عليه الملك عبد العزيز قال لعم محمد: أخوك عبد الله ما يشتغل عندنا؟ شوف الفطنة، بس سلم عليه. فجلسوا الوالد يكلمني، جلسوا يتغدوا مع بعض، قال له: يا عبد الله الشيوخ يقول ما تشتغل عندهم؟ قال: لا والله ما ابغى شغل الحكومه، انا في التجاره ومبسوط. لا والله يا اخوي. وراح وصلهم ثاني مره. تدور الايام طبعا، وعم محمد يصاب، صار ما يسمع، واضطر انه يكلم اخوه، واخوه كمان كان يعني صار عندهم نكسه في تجارتهم، والامور اتقاربت. فجاء عمل مع الملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز يعرف الرجال. ابويا ربى كثير ديون في البحرين، فالملك عبد العزيز لما طلبه سنة 1917 قال: أبويا علي ديون كثيرة في البحرين، عسى أن أسددها. لما عرف الملك عبد العزيز بديون أبويا أبرق للقصيبي في البحرين، قال: سددوا كل ديون عبد الله السليمان عشان يستطيع أن يشتغل معنا. فسدد ديونه. أبويا قال: هذا الرجل مدين له أنا في طول حياتي. فابتدى كذا. بوصوله إلى الرياض دشن عبد الله السليمان المرحلة الأهم في حياته من خلال العمل مع الملك عبد العزيز وتولي متابعة ملفات مهمة في الدولة. جاء سليمان إلى الرياض في مرحلة حاسمة من مشروع الملك عبد العزيز لتوحيد البلاد، وكان شاهداً على انتصارات جيش الملك المؤسس في شمال وغرب الجزيرة العربية.